يا ماري يوسف يا مربي ربنا اشفع فينا لدى الفتي اشفع بنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم جميعا إخوتي وأخواتي الأحبة. تعرفون أعلن البابا فرانسيس سنة مخصصة أو مكرسة للقديس يوسف هذه السنة. أعلن هذا في عيد الحبل الطاهر بمريم العذراء، عيد مريم العذراء المحبول بها بلا دنس، أي بدءا من الثامن من كانون الأول 2020، مدة السنة إذن لغاية 8 كانون الأول 2021. إذا الهدف من إعلان سنة مخصصة للاحتفال بالقديس يوسف هو وضع الكنيسة، أن نضع الكنيسة تحت رعاية حارس يسوع القوي قديس يوسف. وهذا الإعلان إجا بعد 150 سنة على إعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الجامعة في نفس هذا اليوم قبل 150 سنة. إذا أعلن القديس يوسف ولأول مرة شفيعا للكنيسة الجامعة. إذا هي دعوة لكل مؤمن اليوم أن يتشبه بيوسف البتول، أن يشدد يوميا إيمانه في تحقيق إرادة الله الكاملة. ومرسوم البابا اللي أعلنه بهذه المناسبة يقول هكذا ستتاح لجميع المؤمنين فرصة أن يلتزمون بالصلاة والأعمال الصالحة حتى يحصلوا بمساعدة القديس يوسف رب العائلة السماوية في الناصرة، يحصلون على الراحة والخلاص من المحن الإنسانية والاجتماعية الخطيرة اللي يعانيها العالم المعاصر. هذا كلام البابا فرانسيس. ويكمل البابا يقول تكريم حارس الفادي الإلهي قد تطور في مجرى التاريخ، تاريخ الكنيسة، حتى يصبح من أسمى التكريمات بعد تكريم طبعا العذراء مريم والدة الإله. مار يوسف هو كنز، تستمر السلطة التعليمية للكنيسة في اكتشاف عظائم القديمة والجديدة. وبمناسبة سنة القديس يوسف هذه رح يمنح غفران خاص بما في ذلك الغفران العام للمؤمنين التائبين والمبتعدين عن الخطيئة اللي رح يشاركون في سنة القديس يوسف من خلال المناسبات المتنوعة بهذا الصدد. تعرفون أنه عندما الكنيسة تخصص سنة لفكرة ما أو لقديس ما أو جزء ما من الناس، هو دعوة لإحياء الحدث الفلاني هذا بشكل مميز وتفكير مجدد من أجل يعني التقدم الروحي اللي تحتاج البشرية. وإذا كان عيد الحبل الطاهر بمريم العذراء يخلينا نفكر بالمرأة، بهذه المرأة والأم، مريم المرأة والأم، فإعلان عام للقديس يوسف يخلينا نفكر بأهمية الأبوة الجسدية والروحية خاصة في هذا الزمن. تعرفون يعني بدت مفاهيم العائلة تدهور كثيرا أمام أفكار غريبة تدخل للمجتمعات المختلفة، أفكار حتى عن نتكلم عن الجندر بين قوسين، أفكار الجندر الجديدة. السؤال مو بس أكو ذكر وأنثى، أكو شيء ثالث. بدت العائلة بالحقيقة، مفاهيم العائلة الأساسية تتلاشى شيئا فشيئا. ويجعلنا أيضا نفكر، إذا يعني تخصيص سنة القديس يوسف يجعلنا أيضا نفكر بأهمية العمل، كون القديس يوسف تعرفون شفيع العمال خاصة في هذا الزمن الصعب أيضا، حيث يفقد كثيرين من الآباء وأرباب الأسر أعمالهم. وإذا هاي السنة تجعلنا نفكر بالعدد الكبير من الأطفال اللي فقدوا آبائهم بسبب الحروب والأمراض. الكنيسة إذا تدعو الجميع للمشاركة في هذا العام من خلال نشاطات مميزة، وتضع صورة العائلة المؤلفة من أب وأم وأبناء على هيكل القدسية، وتساعد في خلق فرص العمل، وخاصة تحث على تجديد الإيمان بقدرة الله اللي يمسك بيد كل واحد منا كما أمسك بيد يوسف ليقودنا ويقود العالم إلى بر الأمان. أيضا ما أنسى أن أهنأ كل المدعوين باسم يوسف من أشخاص وكنائس ومؤسسات،
هذه سنتهم عامهم الخاص هذا، ونصلي من أجلهم ونرفع صلاة أيضا من أجل البابا فرانسيس وكل من يعملون في خدمة كنيسة المسيح، حتى الله ينطيهم القوة والنعمة والقداسة حتى يكونوا مثال الآخرين، لأنهم بشر تماما مثل كل الناس. وحتى تكون أيضا نصلي من أجل البابا حتى تكون زيارة العراق مصدر نعمة لكنيسة العراق ولكل شعب العراق. هذه النقطة الأولى المهمة اللي أتكلم عليها اليوم بخصوص سنة القديس يوسف، لكن أريد أن أستغل هذه الفرصة حتى أشارككم أنتم أيضا كل أبناء الكرمل، كل أفراد عائلة الكرمل وأصدقائهم في العراق وخارج العراق، أشارككم بفرحتنا بمناسبة عزيزة علينا في كرمل العراق. ففي هذه السنة 2021 احنا نحتفل بمرور 300 سنة على مجيء الكرمل في بغداد، وأذكركم الآن أنه بعد سنتين في العام 2023 راح نحتفل بمرور 400 سنة على دخول الكرمل في العراق. جوي أولاً في البصرة، إذن بالبصرة 400 سنة بعد سنتين 2023، وهذه السنة 300 سنة على دخول الكرمليين في بغداد. إذن جوي أول شيء في البصرة وبعد 100 سنة دخلوا بغداد. مثل ما تعرفون الرهبان الكرملية هي أول رهبانية أو الإرسالية دخلت العراق وساهمت في تطور البلد من الناحية الثقافية والصحية والاجتماعية، بالإضافة بالطبع إلى رسالتها الروحية الأولى. وبما أن يوبيل 300 عام هذا على دخول الكرمليين في بغداد وقع مع سنة مكرسة لأبينا القديس يوسف اللي إلى مكانة خاصة جدا عند الكرمليين، بفضل طبعا العلاقة الحميمة اللي كانت لأمنا القديسة تريزا الأفيلية معه، وتشجيعها لبناتها وأبناء الكرمليين أن يدخلوا هم أيضا بعلاقة في علاقة بنوية مع هذا القديس الكبير. احنا في كرمل العراق إذن بدورنا بهذه المناسبة نضع إذن كل عائلة كرمل العراق تحت حماية هذا القديس الكبير مربي الرب يسوع وحامي العائلة المقدسة. رح يرافقنا إذن هذا القديس الكبير طوال هذه السنة، وراح أحاول قدر الإمكان بين فترة وأخرى في زمن الصوم الكبير أولا، لكن طوال هذه السنة بالطبع بعد هذا أن أقدم بعض الفيديوهات عن هذا القديس كي يرافقنا حقا طوال حياتنا وليس فقط هذه السنة. فهو مثل أمنا العذراء يعرف كيف يقودنا دوما إلى ابن يسوع. أرسل لكم أيضا اليوم هذه الصلاة اللي أرسلتها لبعض الجروبات الكرملية قبل أيام في العراق، وهي صلاة معروفة للقديس يوسف، قررنا أن نصليها كل يوم من أيام هذه السنة المكرسة للقديس يوسف حتى نعيش سوية في الشيء، نشترك مع الكنيسة جمعاء وفي إكرام أبينا القديس يوسف. لنطلب إذن من أبينا القديس يوسف أن يحفظ كل عائلة كرمل العراق. عندما أقول عائلة كرمل العراق يعني كل الجروبات داخل العراق وخارج طبعا المرتبطة به. إذن لنطلب من أبينا القديس يوسف أن يحفظ كل عائلة كرمل العراق، وأن يكون اليوبيل 300 على دخول الكرمليين في بغداد اللي نحتفل به في الخفية ببساطة بيناتنا في هذه السنة. إذن لتكون هذه المناسبة مناسبة نعمة وبركة لكل عائلة الكرمل ولبلدنا العزيز بمختلف أطيافه. وأيضا ما أريد أنسى كل رهبان الكرمليين اللي عاشوا في بغداد طوال هذه 300 سنة ووهبوا حياتهم من أجل خدمة هذا البلد وشعبه وكنيسة المسيح. ونخص بالذكر أبانا الكرمليين اللي عشنا وياهم وعرفناهم وتعلمنا منهم. لنطلب منهم أيضا أن يرافقونا في سيرنا في صعود جبل الكرمل الصعب هذا، لنلتقي يوما ما وجها لوجه مثلهم ومعهم بوجه ربنا يسوع المسيح وكل قديسي السماء. آمين. الصلاة اللي أتمنى نصليها كلتنا إذا نقدر طوال هذه السنة كل يوم هي السلام عليك يا يوسف، هي طبعا مثل مسويها مشابهة للسلام عليك يا مريم. السلام عليك يا يوسف يا ممتلئ النعمة، الرب استراح بين يديك ونما وكبر أمام عينيك، مبارك أنت بين الرجال ومبارك يسوع الطفل الإلهي لخطيبتك مريم العذراء. يا قديس يوسف، يا من اصطفاك الله كي تكون أب ابنه
صلي لأجلنا في هموم الحياة، لأجل عائلاتنا وصحتنا وعملنا، ولأجل الدعوات في عائلتنا، عائلة كرمل العراق، الآن وكل أوان، واسندنا في ساعة موتنا. آمين. يا ماري يوسف يا مربي ربنا، اشفع فينا لدى الفتي، اشفع بنا، ثبت محبة قلبه في قلبنا، واجعل له في كل قلب معبدا، واجعل له في كل قلب معبدا. أهدوا التحية والسلام لمن غدا، خطيب من منها الإله تجسدا، وأبا لمن ذاق الحمام لأجلنا، فوقنا